زيد وتمو بالتلاميذ الا بغيتو البلاد زين ورفضونا قوي قوي ورفضونا قوي قوي للتعليم النخباوي الحكومة هذا عيب هذا عار قولوا الحكومة والصحة في خطر قولوا الحكومة هذا عيب هذا عار تعليم طبقي ولاد الشعب فسناقي ولاد الشعب فسناقي هذا تعليم طبقي هذا تعليم طبقي اولا لا يمكن التوقيع على اتفاق الذي يفتح المجال واسعا الى مزيد من الهشاشه في عالم الشغل، بحيث العديد من المقتضيات المتضمنه في الاتفاق والتي جاءت بطلب وباصرار من ارباب العمل هي حاضره بقوه. مراجعة مدونة الشغل الذي تعترف الحكومة بعدم تطبيقها في العديد من المقتضيات في العديد من القطاعات. اليوم إرادة ديال المراجعة ديالها من أجل المرونة أكثر، كما لو أن سوق الشغل لا يعرف مرونة وهشاشة. الإجراء الثاني هو مرسوم يحدد العقد المحددة المدة في الوقت اللي احنا كنناديو بعمل لائق واستقرار مهني وشغل دائم مستدام. هادو اجراءات متضمنه اجراء المساله الثانيه وهذه كتمس الحركه النقابيه. كيف يعقل لنقابات ان توقع على اتفاق يهدد احد الادوات الاساسيه ديال العمل النقابي، وهو الحق الدستوري الحق التاريخي في ممارسه الاحتجاج عبر الاضراب. فالقانون التنظيمي ليس لممارسه حق الاضراب ولكن لمنع حق الاضراب اللي عند الحكومة سيتم تمريره. إذا كانت تعطات البذكيران يمرر التقاعد خارج المفاوضة، فاليوم عثماني عاطينو عاوتاني يمرر قانون الإضراب وهذا الهشاشة في الشغل خارج المفاوضة. كيف يعقل لحركة نقابية أن تقبل أن يبقى دورها هو الاستشارة؟ ما موجوداش كلمة استشارة لا في أدبيات ولا في دستور منظمة العمل الدولية ولا في الدستور المغربي ولا في تاريخ الممارسة ديال الحركة النقابية. الحركة النقابية دورها هو الحوار الاجتماعي، دورها هو التفاوض الجماعي، دورها هو المشاركة في إعداد وبلورات السياسات الاقتصادية والاجتماعية ديال أي بلاد، ماشي هي استشارة. فتقزيم دور النقابات وتصغير دور النقابات هذا غير مقبول من طرف الكونفدرالية الديمقراطية الشغل. إضافة أن حكومة لا تلتزم بتعهداتها، كيف يمكن أن توقع مع رئيس حكومة لم يعمل على تطبيق اتفاق سابق لمدة 8 سنوات؟ من سيضمن غدا تنفيذ حتى هذا الاتفاق على علته وبغياب اي انه سينفذ، بمعنى انه عدم الوفاء؟ كيف يعقل ان نوقع مع رئيس حكومه؟ في احد تظاهرات فاتح ماي قال النقابات مشات وجات وما دات والو، هذا رئيس حكومه مسؤول. غدا غادي يقول النقابات جات وجبناها ووقعات وما كاين والو. للاسف احنا امام مخاطبين غير مسؤولين. وزير التشغيل بالامس يتكلم عن يتوجه الى العاملات والعمال ويتكلم على اتفاق وقعه الشركاء الاجتماعيين. من باب الامانه الفكريه والموضوعيه كان عليه ان يقول بان هناك منظمه نقابيه محترمه اكثر تمثيليه لم توقع. هو جا عندنا في المرفض التوقيع، جا كيطلب لنا الله يخليكم وقعوا وتحفظوا. وقلت له واش انت مسؤول نقابي؟ كنت نقابي ورئيس او كاتب عام ديال هالنقابه توقع على اتفاق وتتحفظ؟ رجع لمكانك انت في عضو حكومه، خلي الحركه النقابيه تؤدي دورها باستقلاليه. اهم شيء هو استقلاليه العمل النقابي عن ارباب العمل وعن الحكومات، عن الهيئات المؤسسات التنفيذيه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.